على بالي بلي كامله راكم تعانيو من البرونزاج من بعد ما خلص الصيف، خاصه حنا المتحجبات عندنا مشكل عويص مع يدينا ورجلينا يتبرونزاو وحدهم في الصيف. شوفوا لي كيفاش تخلص من اثار الشمس بعد استعمال واحد تاع النيله الزرقاء تاع ميناتشو. سيت اون مارك الجيريان يخدموا منتوجاتهم بمواد طبيعيه 100% وزيد جميع اللي جرب منتوجاتهم يفاليديهم. اي بيان سور انا وحده منهم واروح نوري لكم كيفاش نستعمل انا النيله الزرقاء. نخلط زوج مغارف صغار تاع لارجيل بلانش مع ربع مغرفه صغيره تاع لا بودغ تاع النيله الزرقاء، نزيد لهم شويه من لا فيتامين او ونزيد نطمهم بالماء ورد، نخلط كلش مع بعض ونابليكي لو ماسك ديالي على المنطقه اللي حابه نبيضها ولا نحيلها تصبغات ولا حتى نتخلص من اثر الشمس كما درت انا. نابليكيوها في اي منطقه من الجسم حبيتوها ونخلوها تقعد واحد ربع ساعه ومن بعدها نغسلوها بالماء عادي. ومن المستحسن سيداتي ديري هذا لو ماسك دو فوا بار سيمين هكذا باش تكون النتيجه في مده قصيره وفعاله. ومن بعد ما نكمل نحي الماسك ديالي ونغسلو نجيب ان كوتون ديسك ندير فيه ما ورد ونمسح هذيك المنطقه اللي كنت دايره فيها الماسك. البنات اللي راهم حابين يكمونديو ادخلوا لاباج تاع ميناتور دي زد تلقاو فيها لو سيت ديالهم، تقدروا تكمونديو من السيت ولا تبعثوا لهم ميساج وهما يزيدوا كونسيوكم اكثر وتزيدوا تشوفوا لي غوتور تاع الناس اللي استعملوا منتوجاتهم.